السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم معايا في حلقة جديدة من برنامج صباح الحياة هدخل على طول في الفقرة الأولى اللي همت كل الناس أو كل الناس اتصلت بيه بخصوصها المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الأمراض النفسية بقالنا كذا فترة كده حلوين بنتكلم عن الأرق والاكتئاب والكلام ده كله فالناس قالوا لي ليه ما تتكلميش عن الوسواس القهري هنتكلم حالا عن الوسواس القهري ونقول طرق علاجه بالأغذية وطرق علاجه السلوكية أو من رؤية علم النفس وأصحاب التجارب آه وفي كمان حالة يعني معايا كانت بتتصل بيا على طول وهقول لكم حصل معاها إيه المهم ندخل على طول في الموضوع الوسواس القهري هو أفكار متكررة لا يمكن السيطرة عليها بتتمثل في أفكار زي ما إحنا قلنا تاني حاجة السلوكيات السلوك اللي بتقوم بيه علشان توقف حدة هذه الأفكار السيل الشديد من الأفكار طيب هل في أسباب كل الناس معرضة لده آه لا فى اسباب عامل وراثى طبعا العوامل الوراثية رقم واحد قرايب الدرجة الأولى من الأب والأم هما آه يعني او الدرجة الأولى عموما هو اللى بتخلى الشخص عنده الوسواس القهري يجيله طيب تانى حاجه فى عوامل نفسية في لو فى أمراض مصاحبة زي الاكتئاب وغيره من الأمراض النفسية فى العامل الاجتماعي اه في صدمه حصلت صدمه نفسيه شديده من خلال المجتمع او من خلال حاجه حصلت ضايقت الشخص اوي فجات له صدمه فممكن يجيله وسواس قهري طيب في حاجه تانيه في عوامل بيولوجيه اه مستقبلات وطبعا احنا عندنا حاجه اسمها السيرتونين واتكلمنا كتير عن الميلاتونين والسيرتونين قبل كده بس هنوضح ان السيرتونين علشان يشتغل مظبوط اللي بيعدل لك المزاج وتاني حاجه قبل ما يعدل لك المزاج او اول حاجه اللي بيخليك توقف فعل انت مش عايز تعمله غسلت ايدك مره كفايه حته كفايه دي في الناس الطبيعيه كفايه خلاص غسلنا ايدينا الناس اللي عندها وسواس قهري لا عندها السيرتونين قليل وبناء عليه السيرتونين اللي بيدي امر بتوقف الفعل او ما كده خلاص كفايه كلت ما تكملش شربت غسلت ايدك عقمت نفسك كويس خلاص ستوب مش موجود او مستقبلات السيرتونين طيب الحاجه دي بسرعه السيرتونين طبعا هنعالج الكلام ده ازاي او نزود نسبه السيرتونين عندنا بعض الحاجات هنا زي ما انا هوضح لحضراتكم البابونج من الحاجات الجميله جدا اللي انا بشربها قبل النوم بساعه بتعمل لي هدوء واسترخاء لان السيل الافكار لما بيجي بيخليك في حاله توتر في حاله هلع وخوف عايز تقوم بالفعل ورافض ومش عايز تعمل الفعل وفي نفس الوقت لا في صوت داخلي وسواسي بيقولك قوم اعمل الفعل بالمناسبه يا جماعه الوسواس القهري مرض الاذكياء والعباقره الوسواس القهري يدل على انك عبد صالح لو جالك في العبادات وقلبك سليم لو جالك في الصلاه والطهاره والى اخره طب لو جالك في الذات الالهيه والشك في الله والى اخره في ناس كثيره جدا وانواع كثيره من الوساوس طبعا كل ده دليل على صلاحك الداخلي فالشيطان مش لاقي لك مدخل فبيدخل لك من السكه دي طيب في حاله بقى انا قبل ما نقول طبعا خلينا بس نقول من الاغذيه الاول آه ادي النعناع كمان من الحاجات الجميله جدا لو انا آه النعناع بيهدي الاعصاب فانت هتهدى طيب اوكي عندنا الشمر عندنا اليانسون وعندنا الكراوية هنا بالشكل ده الكوكتيل الجميل اللي انتم شايفينه اه في حاجتين كمان انا الحقيقه نسيت اجيبهم وانا جايه انا بعتذر ان شاء الله الحلقه الجايه اوريهم لحضراتكم هيطلعوا على الشاشه دلوقتي حشيشه الهر او الناردين وفي عشبه القديسين اه دول ليهم تاثير رائع نفسي على الجسم وعلى الريلاكسيشن عموما والاسترخاء طيب في اكلات اه السمك بيقلل الوساوس القهريه طيب اه في عندنا ايه تاني السمك وغيره من الحاجات طب انت مش بتحب السمك خد اوميجا 3 اه حبوب او اي حاجه فيها اوميجا 3 طيب عندنا ايه تاني الدجاج عندنا الموز الحاجات اللي بتعلي السيرتونين عندنا بدل القمح مخبوزات القمح كرواسون الحاجات دي كلها لأن الحاجات دي بتستهلك السيرتونين بحاجات الشعير بعجين الشعير أو الحاجات اللي بتكون معجونة بالشعير. خلاص كده؟ كرواسو والحاجات اللي هي التانية دي بتاعة القمح بتستهلك السيرتونين. طيب حاجة تانية بتستهلك السيرتونين؟ بتستنزفوا الإمساك المزمن. الإمساك المزمن وجدوا علاقة بين الوسواس القهري والناس اللي عندهم إمساك مزمن لأنه يعني الإمساك المزمن أو الجهاز الهضمي عمومًا تحديدًا ولما يكون في امساك مزمن بيستنزف السيرتونين من خلال الحركه الدوديه اللي موجوده فاذا الامساك من الحاجات اللي بتزود وبتؤثر على حدوث مش هنقول حدوث نسبه نسبه اللي بتعلى يعني الوسواس القهري بيعلى خلاص كده ده بالنسبه للاكل والاغذيه طب العلاج النفسي ايه طيب خلينا بس نقول حاجه بسرعه آه في حاله آه كانت متابعه معايا او بتتكلم معايا على طول جوزها بيبقى نايم جنبيها وتتصل بيا هو طلقني نايم جنبي ليه؟ طيب خلينا نقول دي حاله جديدة الشيطان داخل لها بشكل مش طبيعي وهي مصدقه ومتاكده ان الراجل ده مش جوزها لانه طلقها هي متخيله الوساوس دي لها انه طلقها ولسه موجود معاها انتوا متخيلين الفكره؟ طيب النوع زي ده انا الصراحه بقيت افهمها مره واثنين وثلاثه انه لا دي وساوس يحصل ايه؟ ايه اللي حصل بعد كده اللي حصل انه لما ابتدت تكلمني على طول انا ابتدت ما ردش عليها ابتدت ترجع لنفسها علاج الوسواس ترك الوسواس في فكره جايه لك غير الفكره ما تفكرش فيها الفكره هتجيلك عشان تشدك عشان تعمل سيناريو خايف من الموت خايف لا يكون مش عارف مين حصل ايه انا خايف انزل لا حاجه انا ما تاخدش ايه المخ بقى العقل الباطن بيديلك سيناريوهات لانه بيحميك العقل الباطن بيحمينا بس مش عارف دي وساوس ولا عارف ده جد ولا عارف ده خطر المهم بيعرفك ان في سيناريو المهم لو جاتلك الفكره في افكار سيل من الافكار خلاص ما تفكرش بس في نقطه ما تقاومش بمعنى عندك افكار جايه انت هتموت دلوقتي انت هتموت بعد ساعه انت هتموت الناس كلها بتموت الناس كلها شوف الشباب ومش عارف مين بيموت والمجتمع خلاص بينهار و الافكار دي جايه لك ما تحط ما تحطش نفسك في الفكره اه جايه خليها تعدي مرور الكرام واحد حرامي او واحد مجنون عمال يشتم فيك هترد عليه الوسواس عليك تقبله ولكن لا تقاوموا كل ما تقاوموا يزيد ما تقاومش حاجه افكار جايه خلاص كمان في حاجه اعمل الحاجه وعكسها يعني ايه جالك انت لو نزلت دلوقتي هتموت تقوم اوتوماتيك غير الفكره غيرت التفكير غيرت اسلوب حياتك اصبحت الباور ليك انت في ايدك انت مش في الوسواس الوسواس عباره عن فكره برمي لك كلمه بشوفك هتيجي ولا مش هتيجي بشوفك هت... يعني عموما يعني دي فكره عموما انا ببسطها اذا احنا زبطنا من ناحيه الاكل والشرب وظبطنا من ناحيه السلوك طيب في حاجه بسرعه انا عايزه اتكلم عليها الناس ليه بتخاف من الموت في خمس عقد كل واحد في باله عارفهم او عايزهم او او خايف خايف يموت علشان في خمس حاجات. هقرا من هنا عمليه الموت نفسها او قبضه الروح خايف لا يموت لا يتعذب. طيب قبضه الروح نفسها على المؤمن بتكون هينه ولينه وفي احاديث بتاكد على الكلام ده فما تقلقش ما تشيلش هم. طيب تاني حاجه عقده الفراق طيب اصل انا هسيب اهلي وهسيب ولادي وهسيب الناس اللي بحبهم ويا ترى هيحصل لهم ايه من بعدي عفوا. ربنا بيرزقك وبيرزقهم وفي السماء رزقكم وما توعدون يعني هم موجودين خلاص كده مع حضرتك وانت ما تخافش عليهم وكده ولولا قدر الله في اسوأ الاحتمالات ربنا رزاق خلاص كده الخوف من الفناء عفوا احنا ما عندناش فناء ربنا نفسه ما قالش ان في فناء قال لك ايه كلنا بنحب الخلود اه اوكي كلنا كلنا بنحب الخلود بس في فعلا ان الجسد راح الروح بتفضل موجوده لا تفنى خلاص كده؟ طيب الخوف من المجهول هل عندنا احنا مجهول؟ لا مفيش ده الخوف رقم اربعة الخوف من المجهول خايف مش عارف من ايه وممكن اللي يحصل وسيناريوهات و... اه طيب. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اذا ما تخافش من المجهول لان الملائكة بتعرفك طريقك فين خلاص كده؟ اخر عقدة الخوف من العذاب ايه بقى جات منين خوف من العذاب؟ لما فلان مات ويجيبوا بقى فيديوهات، فلان ده حسن الخاتمه وده سوء الخاتمه والموسيقى التصويريه المرعبه ها؟ والافكار بقى تت... يعني ايه فكره الموت بتفكرك بالتسلسل اللي انت اتربيت عليه وانت صغير او وانت كبير حصل كذا حاجه قدامك وحصل حد مات قدامك والناس عملوا بعد ما مات ايه ووزعوا الميراث ازاي وموتوا بعض و... افكار جات لك مش لازم اللي حصل لفلان يحصل لك. فهي دي الخوف من الموت عشان الناس الخمس الدول او اللي بيفكروا فيهم عشان خاطر يا جماعه اول ما تجيلك الفكره دي اعمل عكسها اول ما تجيلك فكره الموت ممكن الناس تعمل ايه بيجي فكره الموت يقعد يضحك هيجي الشيطان تاني يدخل لك يضحك علاج الوسواس ترك الوسواس ويعمل حاجه، طيب الوسواس القهري بينمو في بيئه مليانه بالنكد والهم والخنقه، يقولك عندي قبضه في صدري مش عارف جايه منين، اللهم اجعله خير، طيب ما هو ده بيزود الوسواس القهري، اذا احنا كل حاجه فيها خنقه وفيها عصبيه وفيها بنبعد عنها، تمام كده؟ حالات الهلع والخوف المرضي بسبب الوسواس القهري بنسبه 90% بتحدث، طيب في ايه تاني عندنا؟ في عندنا ان احنا نسترخي طول الوقت فاحنا المشروبات اللي خدناها زي النعناع زي البابونج من الحاجات الجميله جدا 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 اللي بتحسن المود وبتخليك ريلاكس اول ما تبقى ريلاكس حاله التنشن مش هتجيلك الادرينالين مش هيفرز هنهدى اول ما نهدى نعرف نفكر خلاص كده طيب ده بالنسبه لاول فقره معايا فقره صحتنا في معلومه ندخل على الفقره الثانيه على طول وهي فقره اسال مع دكتور نوره وهتكلم عن الزوج ابن مامته او لوسي ابن طنط فكيها الناس بتشبهه يعني ده اكتر مثال موجود واتعمل في السينما المصريه